الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم المناسي، أهلا بيك. يا مساء الفل عليك صديق العزيز الحبيب مهيب. حبيبي. والتشكيل الثلاثي ده أنا ما شفتوش من 2008 من كوماسي. أيوه فاكر؟ ده جهاز الإنجازات، الكابتن حمادة صدري والكابتن أحمد سليمان، ده ناقص المعلم حسن تحمد. يا كابتن إبراهيم مين وداكوا المطعم اللبناني هناك في غانا؟ شفت ما أنا بقول لك حصل ولا ما حصلش؟ التشكيل ده ناقصها كوماسي. ايوه وانا يعني عليك يا الله يخليك صديقي العزيز وممثل على كابتن حماده حبيبي يا استاذ ابراهيم، الله يخليك بالتوفيق ان شاء الله للنادي يعني الاهلي. اصبحت انت والمهندس عادل القيعي ماركه مسجله لكاس العالم للانديه، تميمه الحظ في كاس العالم للانديه. كانت ناقصك انت برضه، كانت ناقصك. والله انت سافرت من غيري يا باشا. شوف ايام اليابان، شوف ايام اليابان والساعه بتاعت اليابان. حبيبي والله كانت ايام جميله جدا. ان شاء الله رب. ايه انت مش موجود ليه؟ ده ما بسيبش انت الحاجات دي. ما هو بقى هم البركه في الاستاذ ابراهيم والمهندس عدلي بقى، خلاص احنا هنا بنغطي اهو ومعاهم قلبا وقالبا ومع النادي الاهلي، وان شاء الله تشرفونا وان شاء الله يعملوا مباراه جيده وناخدها واحده واحده. البدايه بكره من مباراه اوكلاند سيتي، واحنا الحمد لله متمرسين مع اوكلاند. قول لنا بقى الكواليس والحكايات والروايات واستبعاد بعض اللعيبه اللي اثاروا بعض الجدل في شارع الرياض المصري. شوف الحقيقه خليني اجي لك في البدايه مهيبة على فكره الاستبعاد، لان هي برضه مهمه جدا، لان لما ببص على الاستبعاد الاقي في لاعبين ثلاثه ممكن يكونوا معاك حق ان هم اثاروا جدل. يعني مصطفى مخلوف حارس المرمى، طبعا ان انت بتاخد ثلاث حراس ومعاك الكابتن احمد سليمان، لو رتبهم هيرتبهم كده بالظبط، يعني ما هو الشناوي وعلي لطفي وحمزه علاء الاكثر مشاركه مع الفريق او ظهور في السفريات مع الفريق. مصطفى مخلوف دخل وهو حارس موهوب جدا على فكره. أيوه. دخل مكان مصطفى شوبير المصاب. أيوه. فبالتالي لما بتكتفي بثلاث حراس مصطفى مخلوف استبعاده منطقي جدا. ايمن اشرف بقاله فتره طويله، الراجل بعد ما عمل عمليه التنظيف بتاعه الركبه وغيره اتاخر في الدخول مع الفريق. كولر قال قبل كده انه ايمن لعيب كويس لكنه دخل متاخر فما خدش الشغل بتاعي الكافي. في الوقت لما دخل كان خلاص الاربعه في السيرد باكات جاهزين، وعلي معلول كان ركب خلاص الصاعد محمد اشرف كلاعب بديل في الناحيه الشمال، فبقى ايمن اشرف استبعد. الاثنين التانيين او الثلاثه التانيين هم اللي ممكن يكون عليهم جدل شويه، برونو سافيو وشادي حسين ومحمد الضاوي. محمد الضاوي كريستو، كريستو لعيب 19 سنه تونسي لسه داخل مع الفريق ما خدش فتره كافيه، وهو كجناح انت عندك الفتره اللي فاتت حسين الشحات فاق وطاهر محمد طاهر رجع، وبدات الحته القداميه دي تبقى زحمه شويه، وكابتن حماده ممكن لو رتبهم لك هيرتبهم برضو بشكل اقرب بكتير، ان انت عايز لعيبه عندها قدرات متنوعه تقدر تديك في اكتر من مركز. هو كان مبسوط جدا من واحد زي مروان عطيه وخالد عبد الفتاح، بالذات لو تفتكر ماتش الزمالك وقبل منه بماتش وبعد منه، الراجل جرب الاثنين في اكثر من مركز وادوله القدره دي. صح. فهي الحسبه بتاعت برونو سافيو خلاص، انت يعني مع عوده الاجنحه دي كلها وتقلب كهربا، لاحظ انه التفكير بتاع كولر زي ما اتكلمنا معاه رايح في حته المرونه التكتيكيه، الماتشات مضغوطه، فبالتالي ان شاء الله تعالى الفريق يكمل بعد مباراه اوكلاند، عايز اللعيبه اللي تقدر تحل له اكتر من مشكله. خد بالك الثلاثه فراوده اللي المفروض متاخدين كسنتر فيرود، الثلاثه ممكن يلعبوا جناح اذا كان شريف او بيرسي تاو او كمان شادي كهربا. كهربا كهربا وشريف وبيرسي تاو، الثلاثه بيلعبوا اجنحه وراس حربه صريح. فهو اللي حكمت المساله كلها الجاهزية رقم واحد طبعا. ورقم اثنين القدرة على الخبرات المتنوعة. خد بالك الراجل حساس جدا لدرجة انه لغاية التقسيمة بتاعت النهاردة التراي ماتش لعب فيها الاربعة المستبعدين لعبهم في التقسيمة برضه، يعني هو حريص انه يتكلم معاهم على طول، قال لهم ان انتوا لو لعيبة مش كويسين ما كنتش جبتكم معايا من القاهرة. طيب سافيو عمل مشكلة ورد على الراجل يعني؟ لا خالص. يعني امتثل بشكل كويس، هو يمكن مشكلته انه مع نفسه معظم الوقت يعني. طيب بصفه شخصيه كده وانا عارف يعني ما شاء الله عليك، يعني ايه رايك في سافيو؟ اتفضل. سافيو يعني مثير للجدل شويه، سواء مستواه كويس مع ناس مش مقتنعه بيه بشكل كبير، يقول لك يعني
كان المفروض ده لاعب محترف يضيف، لكن ده مش هيضيف مع النادي الاهلي. بص مؤكد انه لغايه دلوقتي ما عبرش عن قدراته. تمام. ماتش الزمالك جاب جون، الماتش الاولاني جاب جون وعمل شوط كويس قوي. عارف اللعيبه اللي تحيرك هو مركزه ايه؟ يعني هل هو بيلعب 10 ولا جناح؟ هو الطريقه اللي جاي منها والشكل اللي كان بيلعبه كان بيلعب 10. أيوة. بس واضح انه طريقه اللعب هو اللي لغايه دلوقتي مش قادر يهضمها. مش قادر يدخل في الشكل التكتيكي بتاعنا بالدرجه الكافيه، بالاضافه طبعا عدم سرعه الاندماج في الناحيه الثقافيه واللغه والشكل المختلف واخد معاه وقت شويه، لكنه من المؤكد ان عنده قدرات كويسه جدا. الراجل هيصبر عليه لابعد مدى حتى وان كان عنده عناصر كثيره بدات تجهز، لانه الفتره اللي فاتت باستثناء اصابه اكرم توفيق وكريم فؤاد الباقي الحمد لله كله رجع، والراجل بقت عنده حيره فعلا حتى ال 23 اللي خدهم باستثناء الثلاث حراس مرمى. لا الباقيين تحتار لما تقول هتلعب كهربا ولا فيرستاو ولا شريف، الثلاثه في حاله كويسه جدا. طب الراجل عنده قناعه كبيره جدا ببيرستاو. طيب مفيش ملامح للتشكيله؟ كهربا فرض نفسه وشريف فرض نفسه. مفيش ملامح للتشكيله يا استاذ ابراهيم؟ لا والله النهارده يا مهيب بصيت بشكل خاص على التشكيله على التمرينه، الراجل لغايه دلوقتي واضح انه في دماغه اكتر من حسبه ما حسمهاش. بكره الفريق يمكن لاول مره يعمل لهم حته تمرينه كده احماء في الفندق هنا، ربما يراجع على بعض الحاجات التكتيكيه ويستقر على التشكيل. طيب الحاجه المهمه جدا والسؤال اللي بيطرح نفسه وعايز اعرف مردوده عندكم في المغرب عامل ايه؟ يوم واحد هي الغدا ان شاء الله وكل مصر وقلوبنا مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يحقق اول انتصار. القصه الثانيه ان يوم اثنين هناك جلسه استماع لنجمنا كابتن محمود كهربا، هل ده تاثيره وبيلقي بظلاله ازاي على المعسكر في المغرب؟ والمدرب بيفكر في ايه ولا الامور دي داخليا محسومه؟ بص انا سالت كهربا اول امبارح قال لي والله ما بفكر في الموضوع وسايبه للمحامي. أيوة. طب ايه اللي هيحصل؟ قال لي بص اللي هيحصل انا موافق بيه وراضي بيه، بس انا سايب التفاصيل كلها القانونيه مش عايز اشغل بالي. انا عايز الفتره اللي فاتت يعني قدرت ارجع نفسي بشكل كويس، فعايز افرغ نفسي للفرقه وللبطوله. هو مركز في الماتش. اي بص لو سالت اي حد حتى من الناس اللي بيدعوا ان هم خبراء اللوائح وغيره هو ايه اللي هيحصل؟ محدش عارف حاجه. لا انا عندي الناس انا عندي الناس بتوعي بيقولوا لي وبيطلعوا صح يا استاذ ابراهيم. انا عندي استاذ عامر العمايره قال لي انا ما اطلعش تاني، كهربا هيستمر في اللعب لحد نوفمبر القادم. اتمنى انه عامر يطلع صادق، لان انا عارف قد ايه هو حد ملم جدا بحته اللوائح ومتابعها بشكل كويس. تمام. والراجل اللي يمكن من اول الناس اللي طلعوا معايا وقالوا انه كهربا هيلعب في نفس الميعاد اللي لعب فيه دون ان يدفع الغرامه اللي هي الماديه، وده اللي حصل وتم بالفعل يا استاذ ابراهيم. والله انا هلاقيها بمناسبه مهيب عشان اقول لك فعلا يا ريت الناس اللي بتتكلم في اللوائح. اولا كابتن حماده صيدي معاك راجل قانوني اصلا، يعني خلفيته قانونيه. ايه ده من ورانا الكلام بتاع الناس في اللوائح والقوانين من غير دراسه ومن غير اي درايه، الحقيقه بقت مزعجه جدا. كل واحد يتم تقديمه فلان الفلاني خبير اللوائح. أيه. فلو سالت يعني ايه خبير اللوائح؟ يعني اللي هو خريج حاجه فيها قانون ولا اي حاجه. لكن هو وللاسف الاعلام بيستسهل ديت، وتلاقي الناس داخله عمال تفتي بشكل غلط جدا. عامر العمايره بالمناسبه راجل مهندس. أيه. لكن بحكم ان هو حريص جدا على المتابعه هتلاقيه لامم كل اللوائح، بمجرد ما تطلع حاجه بيتكلم بالنص وبيتكلم بالمنطوق اللي موجود. أيه. مش بيجتهد، لا هو بيفسر نص مكتوب موجود. صح. فاتمنى لانه الامور بتمس الراي العام وبتمس اهتمامات الناس. الناس بتطلع تفتي بدون اي علم وبدون اي درايه بحاجه، وتلاقي بعديها المساله كلها اختلفت، واللي يقول لك احلى شعري واحلى دقن وحاجات كتيره قوي. طيب. وتلاقي الكلام ملوش اي اساس. بشكرك يا استاذ ابراهيم وبالتوفيق، وقلوبنا معاك ان شاء الله، والنادي الاهلي شرفنا غدا وبتبقى نتيجه ايجابيه والفوز الاول على اوكلاند ان شاء الله في طريقه للوصول الى النهائي.